هسه براينا عندنا اقتراح شوي للشعب انه نجمع لهم على الف الف اسمه تم اللي يقول يكذب السياسي. يشترون فد نووي سي فور ذني شغلات مرتبه، مو تونا يطلعون يفترون. ليش خطيه ظالين صبات سيارات مصفحه، المصفحه ثقيله حاره الظهريات، يفترون براحتهم ينزلون الجام، كل واحد عاط له جنسيتين ومرتاحين متونسين مو بحال احد. لغف يعني عضو البرلمان راتبه 40 مليون والموظف راتبه 400 الف، شنو الفرق؟ منو الاحسن يعني؟ اكيد الموضوع 400 الف ل 40 مليون، واحد يحسبها بنظريا يعني، هي نظريه حسابيه صحيحه. منو يشتغل اكثر؟ قابل الموظف يشتغل اكثر؟ لا طبعا عضو البرلمان قاعد ولابس قاعد الصبح حاط ريحه، الريح بيش كلها بحساب هاي. فلا لا ما حد يبوق والسياسيين ما حد يكذب، ليش يكذبون اصلا هم؟ ما اقدر هم يقول لك احنا ناس ما احنا ناس يقول لك انا ليش يعني واحد يكذب؟ واحد يصارع نفسه مصارح الشعب ومناع الشعب وشعب خير مرتاحين، كنا مرتاحين، نفوط اكو، مي اكو، كهرباء خير من الله الكهرباء، شو يسوي بها الكهرباء؟ تنتل. شو يسوي بها المواطن؟ واحد يجيب موت النفسي، مي شو يسوي؟ مي ملوث دائما يسوي شغلات بالكليه والتهاب مجاري، ليش واحد يسوي ذن الشغلات النفسي؟ بطلوهن. شو يسوي بهن؟ ذن شغلات زايده. بطر من الشعب هذا يطلب هاي الشغلات، شعب متبطر والشعب فايخ ويطلب هاي الشغلات. كهرباء ماي شنو هاي الشغلات هاي مجاهله؟ ما ديمقراطيه، يا ديمقراطيه شعب يحب، لانه لو ما يحب ما ينتخبهم ذولي. هي هاي النقطه، كل من حاط له فلوس جويده وجناش وترتيبات كل صيف يروح الباريس، احنا عندنا هاي الحبانيه شحل شحلات الحبانيه بالزباله. تريد لك بيت ما له وادم؟ ماكو، متونسين مرتاحين احنا شعب مرتاح والوطن اهم شيء. وياوي يقول لك الوطن، انا ما حد كاتلني غير الوطن وبلد الحضارات، حضارات من الصبح لليل 7000، احنا بلد، احنا اول حضاره بالعالم. ويجي شوي ويبكي، زين ذات تو اول حضاره بالعالم، شو هاي بابل؟ شو بس قاسم ومدري شنو اسد بابل صاير يشرون عليه هدوم؟ يا اول حضاره بالعالم كرباقوها، احنا بلد، احنا ابتلى ابن سينا على عمره من حكي عربي، طامة الكبرى هاي سووه ناجى العراق، ابتلى على عمر خطية طلع عراقي زين. ودائما وتكاتليني سوف نحارب الغرب، نحن يريدون يحاربون الغرب بمسدس 9 طارق، شلون؟ زين احنا هاي الكاميرا هم الغرب صانعيها، الملابس الغرب صانعيها، يعني احنا اذا لما الغرب هاي نبقى بس خبز ولبن وللصبح.